الو، تمام يا مس، يلا بينا. يلا بينا. بص يا ستي، احنا النهارده نظامنا هيبقى ايه؟ انا جايبه كل اللي تشوز، كل الاختيارات اللي عندنا، وكل اكمل. جايبين معادلات متباينات، جايبين وسط حسابي، جايبين كل حاجه خدناها. تمام، فهيبقى ايوه معانا وقت كتير، والنهارده هنحل كتير قوي. خليكي النهارده معايا سبوره شويه، عشان الاسئله هنبتدي نحلها تبقى كتيره. اتفقنا؟ هنبدأ الأول بالاختيارات. يلا بينا نبدأ. بصي هنمشي ازاي؟ هقرا السؤال وانت هتحلي. السؤال اللي انت مش هتعرفيه هنعيده تاني وانا اشرحه تاني. اتفقنا؟ طب ماشي، ممكن تكبري بقى الصورة؟ ماشي تمام. استني اعدل لك على التليفون. كده اكبر شوية ولا اصغر؟ كده أظهر. كده اصغر. أيوة كده، مش شايفة الخط كله. والله طب استنى. طب كده كده أحسن. كده، خلينا كده. تمام كده، يلا انا كده كده هعرف سؤال. تمام، وفي حاجات هقول لك عليها في الكشكول، وفي حاجات هملاها لك وهتعملي لي بعد ما نخلص الحصه بتاعتنا ماشي وهتبعتها لي. تمام اوكي، تمام. يلا. لما يجي يقول لك انخفاض درجة الحرارة في روسيا 9 درجات تحت الصفر، يمثلها كام؟ سالب 9. برافو، أول واحدة صح. هديكي درجة، خلي بالك المعكوس الجمعي للسبعة. سالب 7. برافو، تاني واحدة صح. العدد دي يقع على يمين ايه على خط الأعداد؟ هيبقى مين أكبر، ايه ولا بي؟ ركزي عشان انتي بتتلخبطي في ده. بي على بي يمين ايه؟ أكبر. بي يبقى أكبر. بي، يبقى بي هي اللي. برافو. سالب 15 ولا سالب 20؟ سالب 15. سالب 15. برافو عليكي. طيب كل مما يلي يمثل عدد صحيح. خلي بالك في السؤال ده، يعني مثلا الولاد عندي اختاروا لي ارقام. تمام، لا اقرا السؤال. لما يجي يقول لك ما عدا، فالسؤال هنا بيقول لي ما عدا، يعني كل ده صحيح ما عدا مين. رقم داي برافو عليك، 5 على 7. الكسر الذي يعبر عن سالب 5 و4 من 10، هنختار أني فيهم؟ مش عارفة. لا راح ماشي دي هنرفع فيها الكتف. بصي يا ستي، عارفاها ولا مش عارفاها خالص؟ هي تبقى 45%، لا هي دي مش سبعة مهمة. وخمسين من المية. لا بص، هي العلامة اهي. تمام كده، بعد العلامة هنا في رقم ولا رقمين؟ رقم 1. رقم واحد. يبقى على كام؟ 10. بس فأنا بكتب الرقم زي ما هو، ادي الخمسة وادي الأربعة وادي السالب زي ما هو، وأقوم شادة شرط أشوف العلامة بعدها رقم واحد ولا رقمين. رقم واحد يبقى على 10، رقمين يبقى 100، 3 أرقام يبقى 1000. يعني لما أجي أقولك كده تلاتة تمام فهمت. علامة 5 1، عايزة أعمله في صورة كسر، هتعمليه كام؟ 3351 351 على الكام؟ على العشر، قصدي على المية. على 100. خلاص كده. طب لو قلتلك 23 بس كده، عايزة أعمله في صورة كسر 23 تبقى يبقى 23 على الكام؟ على المية. لا مفيش علامة أصلا، ويشرو على الواحد. كأنه على الكام؟ على الواحد. اتفقنا كده؟ فهنا يبقى على الكام؟ على 10، عشان مفيش غير علامة واحدة. مين اللي أكبر، السبعة وستة من عشرة ولا الخمسة وتلت؟ السبعة وستة من عشرة. برافو عليك. طب يجي يقول لك أي الأعداد التالية النسبية هو الأصغر، مين في دول الصغير؟ مين أصغر واحد فيهم؟ سالب 12. برافو عليكي، عشان قلنا كل ما نمشي كده بالسوالب كل ما الرقم ما يلي. أكبر عدد صحيح سالب هو؟ سالب واحد. برافو عليك، سالب مفيش شطور. غيره، هو اصلا غيره هو السالب بس. ماشي برافو عليك، شطور. طيب السؤال، ما أطول الطلاب في فصلك؟ ده سؤال إيه؟ خلي بالك بقى من السؤال ده، لما يطلب مني كلمة سؤال يبقى أقول يا إحصاء يا غير طيب إحصاء، يعني الاحصاء لما يطلب مني بيانات يبقى أقول بيانات عددية أو إحصاء. او عددين خلاص كده؟ يبقى غير احصاء، دي احصاء. ده إحصائي، برافو عليك.
طب الجملة الرياضية x زائد نص y دي بتمثل ايه؟ عددي ولا جبري ولا معادلة ولا متباينة؟ عددي. بصي انت دايما برضو بتتلخبطي في دي، مش عارفة ليه يعني. خلي بالك برضو دي نقطة انت بتتلخبطي فيها، لازم اعرف افرق ما بين كل واحدة فيهم. المعادلة لازم يبقى فيها علامة يساوي، أيوة لازم تاني. يبقى فيها. طب المتباينة لازم يبقى فيها اكبر او اصغر، صح كده؟ طب ايه هو المقدار الجبري؟ بيبقى فيه الرموز اكس واي اي حاجة. طب ايه هو العددي؟ العددي بيبقى عبارة عن ارقام فقط لا غير، ولا فيه رمز اكس ولا فيه واي ولا فيه اي حاجة. طب هنا ده انت قلتي عددي، هي دي ارقام بس لا لا خلاص فيها احنا رموز، جبري كده. يبقى تعتبر مقدار جبري. امتى اقول معادلة يعني لو مش فيها هتبقى صح؟ يساوي؟ مش هتبقى صح؟ ايه؟ مش هتبقى صح؟ مش عددي، هي تبقى مقدار جبري. ماشي، انت دلوقتي مش هتعتبرها لي صح؟ صح؟ هعتبرها لك غلط. كده عندنا 2 غلط، صح كده؟ ايوه هي دي واللي هي دي. ايوه صح. آخر سؤال، آخر سؤال، يلا نطرح إزاي؟ نطرح عادي، طالما البتاع مظبوط يبقى عادي. خلاص، قصدك طالما المقامات تحت متوحدة. طب لو مش أيوة متوحدة بنعمل ايه؟ قصدي كده، طب لو لو مش مش متوحدة متحدة لازم هنوحدها، وبعد كده بنوحد ازاي؟ فاكرة بنرفع المقام. ازاي برضه؟ قوليلي. بنضرب تحت بنضرب تحت، وبعد كده نضرب مثلا، نضرب التمانية في تمانية مثلا، بعد كده نضرب التلاتة في تمانية والسبعة في تمانية، وهكذا. ماشي. طب قولي لي حساب حل دي ايه؟ بتبقى كام؟ لحظة، المفروض ان هي اربعة بس مفيش اربعة. مش 4؟ عشان نص هو بسطها، نص نص هي نص 6 × 4 = 8. بسطيها بس لما نص نص ايه؟ نص هتبقى كام؟ نص. بس كده يعني، هو بسطها خلاص. يبقى احنا كده جبنا هنا 10 من 11، 10 من 12، ناقصنا درجتين. ماشي، عشان ماشي هنجمع الدرجات بعد كده. يلا اللي بعد. أول سؤال بيقولك عدد حدود المقدار الجبري ده كم حد؟ ثلاثة. برافو عليك. السؤال اللي بعده، حيز الثابت، مين هنا الثابت؟ 23 23. طب لو في نفس السؤال قلتلك المعامل؟ الخمسة برافو. المقدار الجبري والمتغير هيبقى اكس. برافو عليك. طب اكس بيبقى بسميها مستقل ولا تابع؟ تابع يا شيخة قصدي مستقل. مستقل. الواي هي اللي بتبقى تابع. طب السؤال اللي بعده، المقدار الجبري ده مين الحدين المتشابهين؟ الام والاكس. بصي يا حبيبتي، احنا لما نيجي نقول حدين متشابهين اه لازم التلاتة والسبعة، التلاتة والسبعة ايوه طولي، افتكرتها افتكرتها. ما ينفعش اقول اكس والام، اقول ام وام. يلا اللي بعده، لا 2 اصلا. اتنين أس 4 بكام؟ لحظة بس، ماشي يلا، 16. برافو عليك شطور. يلا بصي، هو كل الولاد اللي معايا غلطوا في دي، في السؤال رقم 12 ده. بيقول لك إذا كان إكس بتساوي 3 من 10، فإن عايز بقى 30 إكس زائد 2 في 3. تعرفي طب تكتبيها معايا؟ طب هلا اكتبيها. بصي هو محدش عملها خالص. ان شاء الله الظهر افهم ان شاء الله. ماشي، هي بس عشان 3 من 10 دي اللي لخبطت. هو المفروض ان احنا نضرب 3 من 10 في 30. في 30 هنضرب ازاي بقى؟ قولي لي ناتج الاختيارات وانا اقول لك صح او غلط، ولو غلط اقول لك صحيح.
ايه لا طلعت معاكي كام؟ 15. برافو عليكي شطورة، اكون معاكي آلة. لا جبتيها ازاي بقى؟ بص يا سيدي، قولي يا بيبي. 3 ناس، 3 من 10 3 من في 10. 30 ب 9. برافو صح. طب ضربتيها ازاي؟ بالظبط. ازاي؟ انت معاكي آلة وبتضحكي عليا ولا ايه؟ لا لا بالظبط. 30 دي 3 من 10، يعني هخليها 3 على 10. فلما اجي اضرب 30 في 3، 30 في 3 بكام؟ ب 90 صح؟ أيوة. يبقى 90 على 10، الصفر يروح مع الصفر فيها 9. بعد كده اقول 9 زائد، اضرب 2 في 3 ب 6، يبقى 9 زائد 6 15. برافو عليك شطور. يلا اللي بعده، اكس زائد 5 أنا بيساوي. ليك بقى بس لا جبتهالي. شطورة، برافو عليكي. هحطك في الهابي فيس بعد كده معايا في المجموعة اللي معايا، انتي اللي هتغلبيهم. يلا عايزة قيمة اكس، يقولك اكس زائد 5 بيساوي 12. لسبعة. برافو عليك شطور. يلا عايزة هنا ميم ميم ألف للمقامات. لا حللي كده، 21 عبارة عن كام في كام؟ 3 في 7. 3 في 7. وال10؟ 2 في 5. 2 في 5. في حاجة مشتركة؟ لا نضرب في خلاص بعض يعني. يبقى تضربي الرقمين في بعض، 21 في ال10، طالما مفيش حاجة مشتركة هيبقوا كام؟ لحظة كده، يلا احنا معانا 20، أسئلة كتير. كام؟ 21، لا والصفر وديتيه فين؟ لما جيت تقولي 21 في مية عشرة وعشرة، مية وعشرة. صح كده. يلا القسمة دي، يلا ده انا معايا أسئلة كتير، يلا ننجز. ماشي 9888 على 24. 3 108. 9888 على 24. عملته. ماشي يلا. أكتب بقى الجدول. سيبي لغاية 5، كفاية لغاية 5. ماشي، معاكي بكرة مادة تاني مع الرياضة؟ لا طب كويس، عشان في أسئلة كتير أوي جايبها لك تحليها النهاردة. يا مس، ده الإنجليزي كان 4 صفحات، أمال الرياضة يعملوا فينا إيه؟ الامتحان؟ أي والله الإنجليزي كان جاي 4 صفحات. لا إن شاء الله الرياضة ممكن تبقى صفحتين بس. بصي الولاد اللي معايا امتحنوا النهاردة، هخليهم يبعتولي شكل الامتحان وابعتهولي. ماشي ماشي ليه برضه تبعتيهولي. ماشي، يلا طلعت معاكي كام؟ لحظة أقولك. لسه هفرايا بس نقطة صغيرة خالص.
412. كام؟ 412. برافو عليك. يلا اللي بعده بسرعة. يتأهل إلى نهائيات لعبة القفز الطويل، كل لاعب يقفز 18 قدم على الأقل، يبقى أقل حاجة كام؟ 18.18. هتختاري مين في دول يمكن أن يقفزها؟ 26. برافو عليك. طيب سهلة أوي. عدد التذاكر التي يتم بيعها في سباق. خلي بالك برضو الأسئلة دي ساعات بتلخبط، ممكن انت في الامتحان ما تبقيش مركزة عشان التوتر، وحاجة تافهة قوي تلخبطك، فاهمة؟ عدد التذاكر التي تم بيعها لحضور سباق تي، والمبلغ الذي تم جمعه من بيع التذاكر ام. عايز التابع، مين هنا التابع؟ الام برافو عليك. طيب عايز اكتب المعادلة دي، الضرب في 2 وجمع 6. واي بيساوي 2 ماشي اكس زائد 6. برافو عليك. عايزة هنا المستقل، مين هنا المستقل؟ الواحد. لا ده الواحد ده اسمه ثابت، ما تهزريش. المستقل 7. بتهزري تاني برضو. شو الاكس؟ مش احنا خدنا ان الاكس الواحد ده الاكس ثابت، خلاص هي الاكس الاكس. السبعة دي اسمها ايه؟ المعامل، بس هحسبها لك غلط. والاكس هنا ده المستقل. طب مين التابع؟ الواي. طب ممكن نفس ما انا السؤال، لسه قلت لك الاكس. انت طلعت هتغلب غلط. انت قلتي في الاخر. طيب يجي نفس السؤال برضه، يقول لك عايز المخرج والمدخل، مين المخرج الواو ومين المدخل؟ الاكس طب نقصتي هنا درجة ليه؟ عشان اخر واحدة بقى. السؤال الأخير فكرت خصوصا على السؤال الأخير. ماشي يلا معانا آخر سؤالين. عايزة عين ميم ألف لأربعة وستة. بحث. الاثنين. برافو عليك. يلا السؤال اللي بعده، عايزة المنوال، مين هو المنوال؟ القيمة الأكثر تكرار. يلا المنوال هنا مين؟ خمس. خمس. برافو عليك. طب عايزة هنا المدى من مخطط الصندوق، عايزة المدى، بنجيب ازاي المدى من مخطط الصندوق؟ 22 ناقص 12. برافو عليك. 22 ناقص 12 هيديكي كام؟ 10. عشر. برافو صح. طيب أي من المقاييس النزع سيكون من الأفضل استخدامه؟ مين هنا اللي هتفضلي إن أنت تستخدميه؟ ده الوسط. لا مش قلنا اللي جاي طالع لفوق سواء يمين أو يسار، يبقى مين؟ الوسيط. الوسيط. يلا أكمل بسرعة، عايزة المعكوس الجمعي لسالب 5 على 7. 5 على 7. 5 على 7. طب لو جبتلك كده سالب 5 على 7 في قيمة مطلقة، عايزة المعكوس هجيبها 5 على 7 بس. عايزة المعكوس بقى. ما يجيب 5 على 7 بس. لا مش هنا القيمة المطلقة بتلغي السالب، ماشي، ما بقولك 5 على 7. ما انت بتقولي بس لا هيبقى سالب 5 على 7، ما انا بقولك عايزة المعكوس بقى، مش عايزة يطلع كام يعني. طالما طالب معكوسها يبقى كده هي كأنه الرقم اصلا ما فيهوش سالب. طب ما المعكوس لو ما فيهوش سالب انا بحط له سالب، تمام كده؟ يا مس، ما انت حاطه له هنا سالب وهو كان فيه سالب في الناحية التانية. لا انا بقول لك سؤال فوق اهو، لو جبت لك قيمه مطلقه ده سؤال تاني غير اللي تحت، ما اللي تحت انت عملتيه صح. بصي يا رودينا، لما اجي اقول لك سالب 3 على 2 ورحت جايبها لك كده في قيمه مطلقه، بتطلعي لي الرقم ده كام؟ 3 على 2. طب لو انا عايزه معكوسه هتقولي لي برضه 3 على 2 ولا سالب 3 على 2؟ ايوه، هو عايز معكوس الناتج اللي هيطلع. بس هو ده اللي انا عماله اقول لك عليه، هو عايز المعكوس. ماشي، خلاص كده اتفقنا. اتفقنا. يلا تاني سؤال، الاعداد السالبه لحظة هي بس يا مس، اشرب. ماشي. اشرب يا ست. احنا لسه في اول الحصه، قول يا هادي.
خلاص الو يلا الاعداد السالبه هي الاعداد اصغر من مين؟ الصفر. جاوبوا لا عليك. القيمه المطلقه لسالب 83. 83 83 طيب بيقول لك اكس قيمه مطلقه بالتالي لسه في واحدة جنبها تبقى 51. 51. برافو عليك. طب هنا اكتب كام؟ عايزه قيمه اكس هتبقى نقط او نقط؟ 12 وسبعة على 100 وسبعة من مية. أو سالب 12 برافو وسبعة عليك. من 100. يعني الرقم يا موجب يا سالب. طيب في المقدار الجبري ده مين المتغير؟ المتغير الاكس الاكس. مين المعامل؟ الخمس برافو عليك. لو قالك الثابت تقولي أربعة. عايزة عين ميم ألف لتسعة واتناشر. 9 و12 تسعة كم في كام؟ ثلاثة في ثلاثة والاتناشر. والاثناشر 3 في 4 مين العين ميم ألف بتاعتهم؟ والأربعة 2 في 2 تبقى 3. 3. برافو عليكي. طيب اكس واي متغيرين، عايزة اكتب المعادلة الضرب في 4 من 10. يبقى هقول ايه بقى؟ عايزة اكتب واي المعادلة واي بيساوي بتساوي، اكس لا مش اكس، حطي الرقم اي الاول 4 من 10 اكس. بس كده، يبقى حط الاول الرقم. تمام كده اتفقنا، يبقى تمام 4 من 10 اكس. طب بيقولك لو كانت اكس بقى باتنين، عايزه واي، يعني تشيلي اكس وتحطي مكانها اتنين. اثنين يبقى هتقولي كام في كام؟ لا اضربي عادي. هتضربي كام في كام طيب؟ 2 في 4 2 في 4 8 بس، يبقى 8 من 10. وادي العلامة هي زي ما هي في الضرب، العلامة بتنزل زي ما هي، بعد رقم بعد رقم بعد رقمين بعد رقمين. تمام. بص تمام في الميزان المقابل عايز قيمة اكس، مش عايز المعادلة، صوت خلي اتنين بالك. صوت اتنين برافو عليك شطور. طيب السؤال اللي بعده، هنا المقامات متوحدة، لا طب نعمل ايه؟ هنضربهم في بعض كلها تبقى ضرب في ضرب هتضربي مين في مين تحت؟ لحظة بس اكتب المسألة متقلقيش، مستعجلة على الكتابة ليه؟ هتاخدي كتابة النهاردة كتير قوي، واسم مطولة كتير قوي. هتضربي كام في كام قوليلي؟ هنضرب بتاع 9 5 خمسة في تسعة بكام؟ 5 9 45 يبقى 45. طب فوق نعمل مقص، اضربي كام في كام؟ 2 في 9 18 يبقى 18. كام في كام؟ ب25 يبقى 25، واجمعي 18 زائد 20 38 برافو عليك، 38. يلا السؤال ده كلهم متوحدين اهو، احط تحت كام؟ نعمل 4 تحت و4 ايوه في واحد صحيح ماشي، واحد صحيح اهو حطيته، و3 على 4 تلاتة على أربعة. برافو عليك. يلا مكان الميلاد من البيانات ايه؟ ديت وصفية وصفية. برافو، ممتاز. بينما والتانية عددية عددية، ممتاز. طب عايزة هنا الوسيط نعمل ايه؟ يرتب ايه؟
نرتب. اوعي تنسي ترتبي في الامتحان، ماشي؟ ماشي. طب يلا رتبي. 2 ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، 7. مين هنا الوسيط؟ الأربعة. برافو عليكي، ممتازة. يلا، عايزة هنا الحد الأدنى. مين هنا الأدنى؟ 3. ثلاثة. 3. برافو. عايزة هنا الربع الأول. الربع الأول اللي بيبقى بعد الحد مين؟ الأدنى على طول. لازم نرتب. ماشي، رتبي. 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14. ماشي. الأدنى هنا الربع الأول كام؟ الربع الأول هيبقى الأربعة. برافو عليك، ممتاز، شاطر. طيب عايزة هنا في القيم دي الربع الثالث برضو لازم ترتبي. 1، 2، 3، 4، 5، ترتبها 6، 7. عايزة الربع أنا أول التالت. مرة برتب. ما بقولك هي مترتبة أساسا. الربع التالت هنا يبقى كام؟ الست. برافو عليكي، ممتاز، شطورة. يبقى كده كله صح، 15 من 15 في السؤال ده. الله أكبر عليا. الله أكبر علي. أنا خايفة أحسد نفسي، أنا خايفة أتحسد. يلا بصي يا ستي، كده خلاص خلصنا أكمل الاختيارات. ندخل على بقى القيمة المطلقة الـ x بتساوي 13، يبقى x هنا هتبقى بكام أو كام؟ سالب 13 أو 13. 13 أو سالب 13. طب القيمة المطلقة لسالب 3 و18 تبقى كام؟ 3 و18. برافو عليك، ممتاز. طيب 2 و11، عايز قيمة x. 2 و11 تبقى سالب 2 و11. لا لا، هي القيمة المطلقة بتلغي السالب، ما بتحطش سالب، يعني ما يعني في هو سالب. مش شبه الأولانية؟ هي شبه الأولانية بس ما جيب، مش جايبة لك اكس في القيمة المطلقة، يعني لما اجيب لك اكس كده جوه تقولي اه مرة موجب ومرة سالب، اما انا جايبة لك اكس خلاص بره هتبقى خلاص تمام. يبقى بتحطش الرقم زي ما هتحط هو. 2 و11. خلاص كده. طيب بيقول لك تأخذ النملة العاملة 250 غفوة كل يوم، عايزين نحسب ايه عدد غفوة؟ ايه؟ وايه غفوة؟ غفوة اللي هو بتنام يعني كل شوية تاخد لها تخفيلة، يعني هو اه كده كده هو مش عايز حاجة، هو مش عايزك تحليها، وعايز يكتب تعبير عددي بس، تعبير رياضي زي المعادلة يعني. فهنا عايزين نحسب عدد الغفوات في عدد الأيام، هنكتب ايه بقى؟ هو جايب عايز كم؟ هي 250 غفوة كل يوم، يبقى 250 في كام؟ سبعة، ما هو مش كاتب الأيام بقى، احنا بقى مش هنكتب 7، احنا هنكتب بدل اتنين 7 5 و50 اكس. بس. ما انتي قلتي 7. لا هو مش عايز ال7، هو عايز بيقولك قولي اكس عشان هو ممكن يقولك يومين 3 بس. يا ما هو ده كده تعبير مش رياضي. لا رياضي يا حبيبتي، الرياضي ده اللي هو بتعبري عنه في اكس او واي، التاني اسمه عددي اللي ما فيهوش حاجه، فاهمه؟ اه تمام. فاهمه فاهمه الفرق ما بينهم. انا عارفه ان انتي متلخبطه ما بينهم، مش عارفه ليه. بس فهمتك انت خلاص. اول لما يقول يراد توزيع، فما عدد الكتب تم توزيع، دي اسمك كلها اسمك. كل ده انت هتحلولي النهارده، انا هبعتهولك ماشي هتحلولك يعني مش الكشكول. دلوقتي؟ لا 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 مش دلوقتي، الاسم المطوله دول انا جايباهم لك هتحلهم لي، هبعت لك الصفحه ما تقلقيش، مجمعاهم لك كلهم في صفحه وهبعتها لك، اتفقنا؟ يلا عايزين ماشي قيمه التعبيرات دي بقى، هتكتبيها عندك وتقولي لي الناتج كام على طول. 4 زائد افتحي قوس 5 أس 2 ناقص 20. لما تيجي تحليها الامتحان ما تكتبولوش الرقم، يبقى اكتبي له خطوتين. ها انا هكتبها كلها حتى لو هكتبها ورا في ظهر الورق. ماشي، اهم حاجه بس ما تكتبولوش بيساوي مثلا 5 كده، خلاص كده انت عملتي اللي عليكي. لا اكتبي له الخطوه، يعني مثلا تمام. دلوقتي انت هتعملي ايه؟ هتقولي 4 زائد كام؟
احنا دلوقتي أربعة زائد نفتح قوس 25 ناقص 20. بس هو ده قصدي، تكتبي الخطوة دي، عشان انتي دايما في الامتحان لما ببعت لك امتحانات انتي بتكتبي لي الناتج على طول. يا بس انت عارفة يا مس ان انا مش هغشي، ومن هم هناك يبقوا عارفين ان انا غشيت. ماشي يا ستي، يلا بعد كده هتقولي 4 زائد كام؟ 4 زائد 5 بيساوي 9. برافو عليك. يلا السؤال اللي بعد، أول حاجة هتاخدي مين؟ ناخد الأقوى. يلا خدي الكوب. مين زائد كام؟ واحد واحدة بس خمس، وانت بتحليها لوحدك؟ دي على ولا زائد؟ تاني واحدة فيه دي على الأربعة على الأربعة 36 على الأربعة. تمام. انت جبتي ده كام؟ الأقواس هيبقى تلاتة، تلاتة أس اتنين 3 أس 2 سبعة في 7 ناقص تلاتة 36 على الأربعة. ماشي. بعد كده تجيبي الأسس، ستة 3 أس 2 بكام؟ في 9 في 7. 7 ناقص 3 36 على الأربعة. طيب وبعد كده تضربي 9 في كام؟ 9 7 9 في 7. بتاعتي ماشي 63 ناقص 63 ناقص، اقسمي بقى 36 على الأربعة فيها الكام؟ 36 على 4. مش عارفة 36 على 4 فيها الكام؟ مش بحلها والله. طيب ماشي. ستة وتلاتين على أربعة فيها الكام؟ 14 الناتج كله 14 ولا ستة ايه وتلاتين على أربعة؟ كله؟ لا لا، ازاي؟ مش دي لا طلعت يا بست؟ مش كله الاسم بس. لا، 36 على 4 فيها الكام؟ متهزريش. 14 ازاي يعني؟ 4 في 14 ب 36؟ لا، 36 على 4 فيها يا بس استنى، ما هو تلاتة تلاتة في واحد قصدي أربعة في واحد بأربعة، حطيت الأربعة لا نقصت. لا لا لا، اصل هي موجودة اصلا في جدول الأربعة 36 4 في 9. لا دي غلطة. وانا خايفة بقى من الذكاء الزيادة ده يشتغل معانا بقى في الامتحان. لا، هتبقى 9، يبقى 63 شيل منها 9. تمام. خلي بالك غلطة الشاطر بفورة، ممكن تغلطي في حاجة تافهة قوي. هو أنا غبية. لا ما تقوليش على نفسي كده، انا لسه كنت بقول الله عليا. يلا هيبقى 63 اشيل منها 9 يديني كام؟ 3 من 9 ما ينفعش نستلف. ماشي أربعة وخمسين برافو عليكي. يلا عايزين نحل بقى المعادلات دي. اللي تحتها اكس زائد 7 بيساوي 23، يبقى اكس هنا هتبقى بكام؟ اكس هنا هتبقى بكام؟ المفروض 23 تشيلي منها كام؟ 7 7. هتبقى لحظة
ده ناقص فسهل. يلا 16 أخيرا. يلا اللي بعد 4 اكس ب 36، لسه قايلنا ايه؟ 9. 9. دي بقى الحمد لله انتي دايما بتتلخبطي فيها، وعلى فكرة الولاد معايا برضه بيتلخبطوا فيها مش عارفة ليه. تلت اكس بس هي ب 10. المفروض ان احنا نقسم لا تلت على 10 صح؟ لا بصي ما بنقسمش، اضربي على طول. نضرب كام في كام؟ اهو عشرة بس نضرب ده في ده يبقى 10 في كام؟ عشرة في واحد بعشرة لا 10 على طول في 3 على طول في ثلاثة بثلاثين بس كده. يا لو قلت لك ربع ايه اهو، يبقى نقول 10 في 3 ب 30. يعني لو قلت لك ربع، كده خلاص يا بس انا فهمتها. ما انت كل مره تقولي نفس الجمله وبننسى يعني، ما تقلقيش. بص الامتحان هضطر ان انا افضل فاكراه. اهو لما اجي اقول لك ربع اكس بيساوي 6، يبقى على طول هتضربي كام في كام؟ الأربعة في ستة بس خلاص كده. السؤال بتاع عين ميم ألف وميم ميم وخلاص. ألف. ماشي، السؤال بتاع عين ميم ألف وميم ميم ألف ده برضو أنا بعتهولك مع الأسئلة اللي أنا بعتها. ماشي ماشي هتحللي. يلا السؤال ده أول حاجة، مين هنا المنوال؟ من 55. برافو عليك. طب هاتيلي القيمة المتطرفة مين؟ 135. 135. طب عايزة وسيط، وسيط بنعمل ايه؟ وسيط بنرتبهم. ماشي يلا رتبي. تبقى 23. 23 بعد كده 34. لا في 30 اهي، ايه 30؟ هتبقى بعد كده 34. بعد كده 34 بعد كده بعد 40 كده 40، وبعد كده 44. بعد كده 55. 55. هناخد 55 واحدة بس. لا ما ينفعش نقول هناخد واحدة بس، هو مش بمزاجنا. لا في خمسة وعشرين. وخمسين اخدها، في 55 اخدها، بنكتبهم الاتنين. بعد كده اخر حاجة ماشي 135. والله انا عارفة ان انت هتصدميني كمان في الصندوق دلوقتي في مخطط الصندوق. خلاص. لا مش هصدم. طب يلا نشيل دي مع دي، دي مع دي، بقى في النص هيبقى الـ40 والـ44 نعمل ايه لما يطلع رقمين؟ نجمعهم سوا مع بعض. نقسمهم على الاتنين. أيوة 40 و44 يديني كام؟ 84. 84 على الاتنين، يبقى ثانية مش هقولها لك. 8 على الاتنين على طول فيها الكام؟ 2 في كام ب 8؟ 24 يا مصر. ليه؟ 2 في كام؟ 2 في كام بيديكي 8؟ تبقى 24 كلها 24 لا مش 24. يا بس. ما هي نص ال 84. 24. مش 24 بقى، 42. أنا قلبتها. انت قلبتيها 42. طيب لو طلب مني وسط حسابي، الوسط الحسابي بيساوي ايه؟ مجموعهم على العدد. مجموعهم على عدد. واوعي ما تنسيش تعدي ال 55 ماشي؟ ماشي ده كده بيساوي خمسة مجموع. وخمسين واحدة بس. ما تعديليش واحدة بس، احنا بنعد كله. انا بقولك انت ماشي هتزنيني دلوقتي في الصندوق اهو. انا يا مس. لا ماشي أنا هنشوف. شاطرة. طب ماشي هنشوف الصندوق ده، في صفحة ناقصة. فين الصفحة الناقصة؟ في صفحة تاني نقطة جايبها ترتيب. طب ماشي اشوفها كده، يمكن انا مخليها ابعتها لك ان في رتب. انا جايبه لك رتب تصاعدي وتنازلي. طب تعالي نحل دي الاول، يمكن الترتيب انا هبعتها لك. يلا طلب مني هنا وسط حسابي. وسط حسابي بنعمل ايه؟ نجمع مجموعهم على ايه؟ عدد يلا هتجمعي كام؟
بس هنجمع يعني 19، الاثنين 19 صح؟ 19 طب صح. ايوه، اوعي تقولي لي نشيل ال 19 عشان في واحده، لا احنا بنجمع كل اللي موجود يبقى عشان 19 يعني هو الرقم موجود ما ينفعش نشيله، يبقى 19 زائد 19 زائد 17 زائد 18 على الكام بقى؟ الأربعة. على 4. خلاص كده اتفقنا. طيب تعالي كده بقى، يلا بقى مخطط التمرين. هحلها؟ اه طبعا في كشكولي. لا اللي فوق الوسط. لا خلاص احنا هنجمعهم على عددهم، دي اسمع، ما كده كده انا بعتلك مسائل اسمها كتير، ماشي. انا عايزه بس مخطط الصندوق ده بقى اهم حاجه عندي. اكتبي بقى الارقام اللي انا عملها لك دي، انا عايزه اقول الله عليكي، هتقولي الله عليك. هقول الله عليكي، انا عايزه اقول الله عليكي. 12 10 8 9 5 انت 2. انا بتقولي مش واحدة هقولك واحدة يعني. ماشي، 12 ايوه 10 ايوه 8 ماشي 9 ماشي 5 ماشي 2. اتنين. بصي يا ستي، حددي لي كله، انا مش عايزه اقول لك ما فيش واحد معايا في الدرس عملها لي من اول مره صح، لازم يعيدها مرتين. هو عايز مخطط صندوق اه عايز مخطط صندوق. سهل، طب يلا انا هنجيب الوسيط ماشي والحاجات اللي هي بتاعته دي، الربع الاول والربع الثالث لحد والحد الاقصى الأدنى. والحد الادنى، وبعد كده نرسم المخطط. طب ماشي يلا وريني، هاتي ويلا وريني. جبنا الحد الأدنى كام؟ بس لحظة بس ماشي يا ميس لحظة. لسه بجيب الوسيط. ماشي. خلاص لسه طب قولي لي كده الارقام، اهم حاجه خط الاعداد هترسميه ازاي؟ الملاحظة قاعدة بس كده. انت اللي هتقولي لي على خط الاعداد هكتب عليه ايه الارقام، لان هو ده اصلا اللي هيلخبط. يعني مثلا انا لازم عندي مفيش فيه مشكلة، بس هو دلوقتي بقى بحل في حاجة تانية. يعني انت خط الاعداد كتبتي عليه الارقام من كام لكام؟ هكتبه من واحد لحد 12 بقى. بس دي اهم حاجه عندي، اهم حاجه عندي الارقام اللي موجوده دي، مش هي دي اللي انا بنقلها، لا انا برسم خط الاعداد عندي 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 تمام. ولو الأرقام كانت كبيرة 10 20 كنت أعمل 10 20 30 40 50 تمام. بس لو هي مش الأرقام أكبر، مستاهلة. لو الأرقام أكبر من كده بشوية ممكن نعمل نزود كل مرة 2 2 4 6 8 50 52 تمام كده اتفقنا. تمام. طيب الحد الأدنى كام؟ ده زي نسخة.
قولي لي بس اللي انت جايباه وما اقولك صح ولا غلط. هقول لك حاضر. ماشي. الوسيط هيبقى 8.5، برافو صح. والأدنى الأدنى هيبقى 2، برافو. والأقصى الأقصى هيبقى 12، برافو. والربع الأول الربع الأول هيبقى، لحظة واحدة، يبقى الاثنين لا، ده الحد الأدنى. الاتنين هو الحد الأدنى. أنا عايزة بقى الربع. الحد الربع الأول هيبقى 5، الربع التالت الربع التالت هيبقى 10. بس كده اللي هو قبل الأقصى. خلاص كده اتفقنا. ماشي، ارسم بقى خط الأعداد. ماشي، ارسميهم على خط الأعداد كده وريني، وبيصوري وبعتيها لي. ماشي، الصندوق هترسميه من كام لكام؟ أهم حاجة عندي. تبقى أي مثلا عارفاها هرسمهولك وأوريهولك. والله طيب ماشي، أنا خايفة والله تعمليه غلط، فعشان كده بتأكد مني. خلاص صورهولي كمان حالا. ماشي. بصي يا ستي، السؤال اللي بعده ده مش هتعرفي تعرفيه ولا لا. تعرفي تضربي ربع في 4 مش يديني عارفة كام؟ وديتها ايه؟ هعملها، بس صورلي التابل بتاعي. لا لا، خليها عادي بعد ما نخلص. انتي هتبعتي حاجات كتيرة اصلا. متصورة كويس، صورها تاني عشان بيقول لي واي بيساوي ربع اكس، فعايزني اكمل الجدول. عايز اشيل اكس واحط مكانها 4، يبقى واي هنا هتبقى بكام؟ بعتلك البتاع اهي. بس ماشي اشوفها يعني. شكرا ليك. واي هنا هتبقى بكام؟ الربع في 4. اه برافو عليك، شطورة صح. برافو رداين، رداين عشان انتي بتحبيني اقولك يا رداين. ماشي، يلا ربع في 4 تعرفي؟ لحظة بس والله، بس هضربها. 4 في ربع، عارفة بنضرب ازاي؟ اقولك على فكرة حلوة. قولي لي على فكرة حلوة. بص، كأننا بنضرب عادي 4 في 1 بقى في 1 ب4. على 4، بس كده. يبقى كأني بنضرب اللي فوق في بعض، يبقى 4 في 1، 4 في 1 ب4 على 4، يبقى كأني بقول 4 على 4، فيها الواحد بس كده. طب تاني واحدة انت هتعمليها على طول بقى، 4 في 1 على 4، 8 قصدي، معلش 4 في 8 معلش. في 1 ب8 نص. تمانية، لا مش نص، في فرق ما بين نص واتنين. يبقى هتقولي 8 على 4 فيها الكام؟ 8 على ضعف الاثنين. الاتنين مش النص. طب هيبقى هتقولي بقى 12 في 1 على 4. 12 في 1 ب4. 12 في 1 ب12 على 4. المفروض ان احنا على 4 نقسم على 4. اه
12 على 4 فيها ثلاثة 3، برافو، يبقى دي 3. آخر واحدة 16 في 1 على 4 ستة أربعة 4، ستة أربعة في أربعة في ستاشر وهنا الأرقام هتبقى 1 و 4 و 1، واثنين وأربعة تمانية ورا اتنين 2 12 و 3 ايه 16 ستاشر وأربعة